السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم هشام من قناة هشام سكول للفيزياء والكيمياء لسنة ثانية بكالوريا جميع الشعب. كيف ما كتلاحظوا اليوم مع فيديو ديال التمرين من تمارين ديال التتبع الزمني بقياس الضغط، فرجة ممتعة وكنتمنى انكم تستفدوا من هذا التمرين هذا. إذا نمشي للتمرين. يعتبر غاز ثنائي الهيدروجين H2 من المحروقات التي تتوفر على طاقة عالية غير ملوثة، ويمكن تحضيره بتفاعل الأحماض مع بعض الفلزات. يهدف هذا التمرين إلى تتبع تطور تفاعل الحمض الكبريتيك مع الزنك بقياس الضغط. أعطينا واحد المعطيات، ننمذج تفاعل الزنك مع محلول الحمض الكبريتيك بالمعادلة التالية: Zn يعني الزنك زائد 2H3+ كتعطينا Zn2+ زائد H2 زائد 2H2O. يعني دراسة حركية هذا التفاعل، ندخل في حوجة لحجمها ثابت في الكتلة M من مسحوق الزنك، ونصب فيها عند اللحظة T كتساوي الصفر حجما من محلول الحمض الكبريتيك. تركيز الايونات ديال H3O بلس فيه هي 0.4. من بعد دابا نقيس في كل لحظه تي الضغط بي داخل الحوجله بواسطه لاقط الضغط، لتكن ان اي H3O بلس كميه الماده البدئيه لايونات الاوكسونيوم، وان اي زد ان كميه الماده البدئيه للزنك. دابا اول سؤال قالك اذكر طرقا اخرى يمكن اعتمادها لدراسه تطور هذا التحول مع الزمن. حدد المزدوجتين اوكسريد، ثم انشئ الجدول الوصفي، واحسب كمية المادة البدئية للمتفاعلات، وحدد التقدم الاقصى والمتفاعل المحيط. هاد اربعة الاسئلة، هاد خمسة الاسئلة كلها اسئلة عادية، نقدروا نقولوا بسيطة شيئا ما. هذاك الشيء علاش كتبتها باش ما نضيعوش فيها الوقت، غير هو هاد الاسئلة هاد الاسئلة الخمسة، دونك هاد التتبع الزمني بقياس الضغط، فكلشي كيقول انه صعيب. الى صعيب، الى شفتي هنايا دابا عندك خمسة الاسئلة ديالك، بقات لك ثلاثة الاسئلة 6 و7 و8، دونك نتايا خاصك ضروري خمسة الاسئلة بعدا تكون عارفها وضابطها مزيان، وهذا الشيء هذا كيجيب التمارين. يعني خاصك دير تمارين بزاف باش تضبط هاد الخمسة الاسئلة الاولين، وهاد الخمسة الاسئلة الاولين الا ضبطتيهم راهما غيساعدوك في المواصلة، في الضغط، في الاكس، في التركيز، في كل شيء. دونك هاد الخمسة الاسئلة الاولى مهمين. اذا دابا نمشيو لهاد الاسئلة هادو. دونك اول حاجه قال لك اشنو هو الطرق الاخرى التي يمكن استخدامها في هذا التتبع هذا. دونك حنايا شنو عندنا؟ عندنا غاز، وهو علاش غنديروا الضغط، وبالتالي نقدروا نديروا حتى الحجم لانه وجود غاز. بي اش لانه وجود H3O بلس، دونك نقدروا نديروا قياس ديال بي اش، قياس المواصله، لان عندنا ايونات ديال H3O بلس مع زد ان دو بلس. السؤال الثاني قال لك المزدوجتين المتفاعلات او المتداخلتان في التفاعل، دونك هي H3O بلس مع ال H2 والزد ان مع الزد ان دو بلس. كنظن واضحه بالنسبه للجدول التقدم، فكيبان لي واضح، يعني الاشاره فقط غير هاد اثنان هادي كتكون هنا، ما خصناش ننساوها. السؤال الرابع، حدد كمية المادة البدئية. كمية المادة البدئية هي هاد ان ا و ان دو، هما قالوا لك ان اي، سموها ان اي، انا درتها هنا غير على قبل الكتبة وصافي. دونك غنحسبوها، عندنا سي فوا في، عندنا التركيز عاطيه لنا، عندنا الحجم، ولكن الحجم غنحولو للملي، من المليليتر لليتر، دونك غنلقاو 0.03. بالنسبة للزنك عطينا الكتلة وكنعرفو، وعطينا الكتلة المولية، دونك ام على ام غتعطينا 0.01 مول. السؤال الخامس قال لك حدد التقدم الاقصى. بطبيعه الحال كنعرفوا ان التقدم الاقصى كنجبدوه من هنايا من الجدول الوصفي. دونك بالنسبه لان ا ديال الزنك، ان ا ناقص اكس كتساوي الصفر، وبالتالي اكس ماكس كتساوي ان اي ديال الزنك. بالنسبه لهنايا عندنا ان ا، هنا عندنا ان 2 ناقص 2 اكس ماكس، وبالتالي كتساوي الصفر، وبالتالي فان اكس ماكس كتساوي ان 2 مقسم على 2. دونك هي هذه اللي درنا هنايا، اكس ماكس كتساوي ان اي مقسم على 2 كتعطينا 0.015. قلنا اننا بغينا ناخذ المتفاعل الموحد هو التقدم الاقصى، كنشوفوا الصغير فيهم، وبالتالي هنايا الصغير فيهم هو اكس ماكس. دونك اكس ماكس 1
اللي هو مرافق للزنك دونك اكس ماكس هو اكس ماكس 1 ديال الزنك وبالتالي المتفاعل الموحد هو زد ان. دونك دابا كملنا هذه الاسئله هذه الاولى اللي هي بديهيه. نمشيو دابا الاسئله الثانيه يعني نقدروا نقولوا الجزء الثاني اللي هو صعب صعب شيئا ما. اذا دابا نشوفوا السؤال السادس بتطبيق معادله الحاله للغازات الكامله واعتمادا على الجدول الوصفي اوجد تعبير التفاعل x en fonction de t عند لحظه t بدلاله r و T و V و دلتا P حيث دلتا P كتساوي هي P ناقص P0 مع P0 الضغط البدئي المقاس عند T كتساوي الصفر و P هو الضغط المقاس عند لحظة T. التمرين السادس السؤال السادس دونك بالنسبة لمعادلة الحالة للغازات الكامنة كلشي كيعرف انك كتكتب على P فوا V كتساوي N فوا R فوا T. دونك هذا هو الحجم ديال الحوجلة يعني الحجم الكلي وهاد P هو الضغط المقاس في واحد اللحظة T وهاد N هي كمية المادة اللي كاينة في الحوجلة R فوا T. دابا عند اللحظة T كتساوي الصفر عند اللحظة T0 كتساوي صفر تكون هناك كمية مادة بدئية ديال الهواء اللي هي غنسميوها N0. دونك الحوجلة قبل ما نسدوها غيكون فيها واحد البي زيرو اللي هو ديال الهواء اللي هو كيقابل ان زيرو كميه الماده البدئيه ديال الهواء وبالتالي هاد كميه الماده فاش غنبداو التفاعل فاش غنبداو يعني التتبع الزمني ديالنا هاد ان هادي غتكون مشترك فيها الان ديال الغاز زائد هاد كميه الماده هادي لان هاد كميه الماده ديال الغاز ولكن في الاول كانت عندنا ان زيرو دونك هادي هي ان زيرو زائد ان ديال الغاز صافي مع العلم ان هادي هي كميه ماده الغاز. دونك هنايا غنديرو بي في كتساوي هي ان زيرو زائد ان ديال الهيدروجين اللي هو الغاز الوحيد اللي كاين كون كان شي غاز اخر راه غنزيدوه مضروبه في ار فوا تي. دابا غنفرقو كتساوي هي ان زيرو فوا ار تي زائد ان ديال الاش دو فوا ار تي غنقسمو على V غتولي عندنا P غتولي عندنا P كتساوي هي N0 فوا R فوا T على V زائد N ديال H2 فوا R فوا T على V. إذا لاحظتو P كتساوي هي NRT مقسم على V وبالتالي هذا P وهذا بي. دونك هنايا هذا بي عند اللحظه بي زيرو وبالتالي هنا غنديرو بي كتساوي هي هذه غتولي عند بي زيرو زائد هذه بي عند لحظه هذه ديال الغاز كميه ماده الغاز من الجدول الوصفي هي اكس ما مضروب حتى مرافق دونك هو في النواتج غتكون اكس في لحظه تي وما مضروبش في عنده ما عندوش معامل ستوكيومتري دونك عندو غير x وبالتالي غنديرو ليها x فوا r فوا t مقسمة على v. دونك دابا ما بقى لينا غير نديرو p ناقص p0 دونك p ناقص p0 كتساوي x فوا r فوا t مقسمة على v. حنا باغين x عند لحظة t وبالتالي x عند لحظة t كتساوي هي دلتا p مضروبة في V مقسمة على R مقسمة على RT وهكذا كنكونو حصلنا على العلاقة اللي بغينا.
دونك السؤال السابع ليكن دلتا بي ماكس كتساوي هي بي ماكس ناقص بي زيرو تغير الضغط الأقصى و إكس ماكس التقدم الأقصى الأقصى. بين أن إكس عند لحظة تي كتساوي إكس ماكس مضروبة في الدلتا بي على الدلتا بي إكس ماكس. داكوغ، دونك حنايا كيف ما قلنا ديما كنرجعو للسؤال اللي قبل. السؤال اللي قبل هو السادس قالوا لنا وجدوا هذه العلاقة. طبعا هذا الحال ماشي اعتباطيا لأن غنستعملوها في السؤال السابع. دونك إذا كانت هذه عند لحظة تي إكس كتساوي عند لحظة تي هذه العلاقة، هادو راهم ثوابت اخ ثابتة تي ثابتة في ثابتة، الحجم لا يتغير ديال الحوجلة، وبالتالي هاد الدلتا بي هو المتغير. دونك إذا كانت هادي نقدر نكتبوها بحال هكذا بدلالة الزمن مضروبة في في، دونك هذا كيتغير هذا كيتغير، وبالتالي هاد العلاقة هي صالحة. إكس ماكس كتساوي هي وهذا هو اللي كيتغير، دونك غيولي الدلتا بي ماكس مضروبة في في مقسمة على اغ فوا تي. دونك هادو هما جوج علاقات اللي عندنا. دونك غنقسمو اغ اكس اون فونكسيون دو تي مقسم على اكس ماكس، شحال غتعطينا؟ اكس اون فونكسيون دو تي مقسم على اكس ماكس كتساوي هي دلتا بي واحد اللحظة تي مضروبة في في مقسم على اغ تي، ولتحت عندنا دلتا بي ماكس فوا في مقسم على اغ تي. دونك هنايا كتلاحظوا اننا نقدروا نختزلوا ب في ونختزلوا ب اغ تي. شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا اكس اون فونكسيون ديال تي مقسم على اكس ماكس كتساوي الفوق، غتبقى لينا دلتا بي اون فونكسيون دو تي، والتحت غتبقى لينا دلتا بي ماكس. وبالتالي فان اكس هنا اللي بغاو فونكسيون دو تي اون فونكسيون دو تي، دونك بغاو لينا اكس اون فونكسيون دو تي هي اكس ماكس مضروبه في دلتا بي مقسمه على دلتا بي ماكس. بالتالي هذه هي العلاقه اللي بغينا. دونك كتلاحظوا ان هذا الشيء واضح سهل يعني، ولكن علاش سهل؟ غير حيت شفتوا الجواب. دونك نتايا خاصك ضروري تبقى غادي مع هاد المراحل هادو وترجع للسؤال اللي قبل ضروري. دونك هنايا السؤال السابع، دابا غنمروا للسؤال الثامن. دونك دابا نمشيو للسؤال الاخير، سؤال 8. مكنت الدراسة التجريبية من خط المنحنى الممثل في الشكل أسفله والذي يمثل تغيرات دلتا بي بدلالة الزمن أو جد زمن نصف التفاعل. إذا هنايا كتشوفوا أن المنحنى هو بدلالة دلتا بي ماشي بدلالة إكس. وفي السؤال السابع عطينا العلاقة ما بين إكس ودلتا بي، دونك هذيك العلاقة خاصة نقلبوها ونوجدوها بدلالة، يعني نوجدو دلتا بي بدلالة إكس، يعني بحال هكذا. دونك السؤال الثامن لقينا ان اكس اون فونكسيون دو تي كتساوي هي اكس ماكس مضروبه في دلتا بي على دلتا بي ماكس جو كخوا على دلتا بي ماكس. دونك حنايا شنو باغيين؟ حنا المنحنى بدلتا بي، وبالتالي هاد دلتا بي هي اللي كتهمنا. دلتا بي كتساوي اون فونكسيون ديال تي، دونك شنو كتساوي؟ كتساوي هي اكس بالنسبة للزمن مقسمة على اكس ماكس مضروبة في دلتا بي ماكس، دونك هذه هي العلاقة. وهذه أول حاجة درنا. ثاني حاجة دابا بغينا زمن نصف التفاعل. زمن نصف التفاعل يعني خاصنا نوجدو الدلتا بي عند اللحظة تي ان دومي، هادي اللي خاصنا نوجدو. دونك شنو غنديرو؟ غنمشيو لهاد العلاقة ونكسبلوطيوها. هذا اللي كيتغير مع هذا اللي كيتغير، دونك غنديرو دلتا بي
عند اللحظة ان دومي كتساوي هي هذه تاهي غتغير غتولي اكس عند اللحظة تي ان دومي. وهنا عندنا اكس ماكس راه فيكس وهنا عندنا طاب بي ماكس تاهي فيكس. ونعلم ان اكس تي ان دومي كيساوي هو شحال هو اكس ماكس مقسم على جوج، اي ان اكس تي ان دومي مقسم على اكس ماكس كتساوي واحد على اثنان. دونك هذه كلها غتعوض بواحد على اثنان، بالتالي غتولي عندنا دلتا بي واحد على اثنان كتساوي هي واحد على اثنان دلتا بي ماكس. دونك هذه هي العلاقة الأخيرة ديالنا. غنمشيو نشوفو دابا المنحنى شنو خاصنا، يكفي أننا نوجدو دلتا بي ماكس. دونك دلتا بي ماكس هنايا بالنسبة للمنحنى راه كيبان ليا واضح مزيان. هنا عندنا 600-800 هكتو باسكال، هكتو باسكال هي 10 هي 100 باسكال. دونك هنايا عندنا 600 وعندنا 800 وعندنا 1 2 3 4 5 تدريجات، يعني الا قسمنا 200 على 5 غتعطينا 40، دونك كل تدريجه 40. دونك هنا كتشوفوا في الماكسيموم في هذا المنحنى هذا الاحمر الماكس ديالو هو غنقصوا غير تدريجه، دونك غنقصوا 40 من 800 غتولي هي 760. وبالتالي مبيانيا غنوجدوا دلتا بي ماكس كتساوي هي 760 هكتو باسكال. ودابا شنو غنديرو؟ غنوجدو تو سامبلومون دلتا بي عند لحظة تي ان دومي غتساوي هي 760 مقسمة على جوج، يعني أن دلتا بي ان دومي غتساوي هي 760 على جوج هي 380. دونك دابا غنمشيو للمنحنى وغنشوفو 380 اش كتقابلها من مدة زمنية. دونك هنايا بالنسبة للمنحنى 380 دابا 360 هي 400 ناقص تدريجة، 360 هي 400 ناقص تدريجة، غنزيدوها واحد شوية بعدا 360 كتقابلها واحد جوج 10 20 30. دونك 360 كتقابلها 30، حنايا غناخدو النص اللي من ورا 30 باش تولي 380، دونك تقريبا 35 تقريبا 35 مبيانيا. تي ان دومي تقريبا كتساوي 35 سكوند ولا مينوت، دونك عطيناهم بالمينوت 35 مينوت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين، هذا التمرين ديال التتبع الزمني بقياس الضغط. ننتظركم في فيديو اخر وشكرا.